تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية التهنئة بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات ضمنها سموه. أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من النماء والتطور والازدهار، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.